يمثل الكيان الصهيوني جرائمه ضد المقدسات الفلسطينية، اقتحامات مكانية وزمانية، سعي نحو تغيير معالم البلدة القديمة. وحسب تقديراته فإن بناء الهيكل المزعوم بعد هدم المسجد الأقصى وبتنفيذ وتمرير مخططات التهويد بنفس الوقت وفي ظل هذه الظروف ربما من الممكن. وهنا تسمح بعض الدول الأوروبية وبعض التكتلات والأفراد بحرق نسخ من المصحف الشريف. وفق هذا الواقع والتطورات السياسية على الأرض، أسأل ضيوفي عن آليات المواجهة، لا سيما أن هناك عملاً ممنهجاً عملياً لوضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالواجهة ولاحتمال صدامها مع العرب من منطلق ديني وسياسي. كيف تواجه الجمهورية هذا الخطاب؟ ما هي أسس المواجهة في ظل وصول الصراع مع إسرائيل إلى مرحلة مفصلية؟ أين دور الفلسطينيين في كل ذلك؟ وما هو دور الشباب في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية؟ أسأل ضيوفي أيضاً عن الخطاب العربي حول القضية الفلسطينية، هل يرتقي لمستوى الانتهاكات والممارسات والاقتحامات شبه اليومية للمقدسات الفلسطينية؟ أي خيارات أمام المقاومة وعلى أي قاعدة تستند؟ ما هي مقومات وعناصر النجاح؟ أم أن المشروع الصهيوني ممكن أن يمر حسب التقديرات والاستعدادات الإسرائيلية دون ضجيج؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق، أستضيف من خلالها في الاستوديو الدكتور حسين أكبري، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية العربية السورية. أهلا سعادة السفير. أهلا وسهلا بكم. الأستاذ خالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. أهلا ومرحبا أستاذ خالد. أهلا بك. الأستاذ باسل أبو الهيجة، رئيس اتحاد طلبة فلسطين فرع سوريا. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. مشاهدين الكرام، قبل البدء بالحوار أذهب إلى هذا الفاصل لو تكرمتم. هذه الترجمة الدكتور أحمد كريمي، الملحق الإعلامي والمترجم الرسمي لدى السفارة الإيرانية في سوريا. سعادة السفير، الآن نتحدث عن واقع عربي وأقليمي جديد. ربما الصراع اختلف من وجهة نظر كثيرين على أرض الواقع مع العدو الصهيوني. الآن هل تعتقد أن المناخ ملائم؟ أن القضية ما زالت قائمة؟ أن المواجهة الآن ما زالت مفتوحة مع الكيان الصهيوني وفق التطورات السياسية الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ابتدى؟ سلام عرض بكم. بداية أحييكم وأحيي مشاهدي قناتكم المحترمة. أن القضية الفلسطينية هي قضية هامة جدا، واليوم دخلت هذه القضية مرحلة مهمة كما أشرت. وربما في طوال التاريخ أن القضية الفلسطينية لم تمر بهذه المرحلة الشاملة وهامة وخطيرة، سواء في المحيط العربي وأعني في العالم العربي وكذلك على المستوى الدولي والداخلي في الأراضي المحتلة. والآن الكيان الصهيوني يواجه متغيرات كبيرة وهامة داخل الساحة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى. يوما ما كان يواجه الكيان الصهيوني العالم العربي والسياسة العربية، يوما ما هذا الكيان فقط كان يواجه فصائل المقاومة في الأراضي الفلسطينية. اليوم إضافة إلى هذه المقاومة هناك إرادة سياسية كبيرة على الساحة الدولية، وهي صحوة عالمية في جبهة غير المسلمين أمام القضية الفلسطينية. وأهم من ذلك، هناك تيار شعبي كبير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وبالتزامن نحن نرى انهيارا في القوى الأمريكية في العالم، وهذا الكيان الصهيوني يواجه أزمات داخلية متراكمة، وكل هذه المتغيرات بمثابة مؤشر بالنسبة إلى دخولنا في مرحلة جديدة للمقاومة أمام الكيان الصهيوني. وأنا على هذه القناة بأنه تم تخفيف الدعم الغربي للكيان الصهيوني، وأيضا من داخل الدعم من داخل المجتمع الأمريكي لهذا الكيان المحتل. أنا على هذه القناعة بأن هناك ثلاثة أوامل أو ثلاثة مؤشرات بالنسبة إلى تبيين وتفسير الأوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة. وبعد مرور أكثر من 70 عاما من احتلال الأراضي الفلسطينية وادعاء الكيان الصهيوني بالنسبة إلى إجراء مفاوضات مع فلسطينيين ومع العالم العربي، هذا الأمر يؤكد كذبهم في هذا الادعاء، وهم كانوا يريدون كسب الوقت فقط بالنسبة إلى إجراء المفاوضات، ومرور الوقت أظهر الكثير من الحقائق. والمتغير الثاني هو قوة جبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، ومحور المقاومة أكد جهوزيتها بالنسبة إلى مواجهة هذا الكيان، وأثبت بأنه لا يحتاج إلى العالم العربي والإسلامي للدفاع عن القضية الفلسطينية، وخاصة أن فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية أثبتوا جهوزيتهم بأنهم بوحدة بإمكانهم كي يدافعوا عن القضية الفلسطينية. وهذان المتغيران لهما تأثير كبير بالنسبة إلى وصولنا إلى هذه الصحوة الكبيرة وهذا العزم القوي من جانب الشعب الفلسطيني، سواء في منطقة الضفة الغربية وكذلك أراضي 48، وخاصة نحن خلال الفترة الأخيرة شفنا ظهور كبير للشباب الفلسطينيين في الساحة لمواجهة العدو الصهيوني. ما أريد قوله بأن مواجهات الأخيرة أجبرت الكيان الصهيوني، بس يبدي الكيان الصهيوني رد فعل أمام أفعال الشباب الفلسطينيين وفصائل المقاومة، وكف هذا الكيان من فعل، وفقط هو يرد على أفعال المقاومين. فقط أتوقف عند نقطة قالها سعادة السفير فيما يتعلق بالإرادة السياسية والصحوة العالمية والتغيرات التي حصلت تجاه إسرائيل. نرى أنه لا، في عدد كبير من الدول العربية ربما تتطلع الآن لأن تكون مطبعة مع إسرائيل، حتى هنالك تخوف من أن بعض المثقفين العرب ربما بدأوا يتحدثوا بهذا الزخم بهذا النفس. والوضع الآن بأنه العدو هي إيران وليس إسرائيل بطبيعة الحال، وفق المتغيرات التي لدينا ووفق هذا الصراع الذي طال، وتحديدا بعد أحداث الربيع العربي بين قوسين. بالنسبة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، كثير من الدول العربية لم تدخل في هذه المعادلة، وبضع قليلة من الدول العربية التي عدد الناس أو عدد النسمات في هذه الدول قليلة وضئيلة جدا دخلت في معادلة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وحتى الآن إذا تسألوا هذه الدول بالنسبة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ربما هذه الدول لا تريد متابعة هذه السياسة مع هذا الكيان المحتل، وخاصة على مستوى الشعوب العربية. إذا نسأل أو نجمع إحصائيات بالنسبة إلى
مطالب الشعوب العربية. ليس هناك أي شعب عربي أو أي أمة عربية تريد التتبيع مع الكيان الصهيوني، وحتى الشعوب في الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، الشعوب في هذه الدول هم مناحذي بالنسبة إلى هذا التتبيع. هذه الدول التي طبعت علاقاتها سابقا كان عندها علاقات مع الدول العربية، وهم فقط أعلنوا هذه العلاقات أو أسدلوا استطار من هذه العلاقات وصارت علاقاتهم علنية. وأن مواجهة إيران أمام الكيان الصهيوني هو موضوع مبدئي وأساسي واستراتيجي، ولا ينحصر هذا الموضوع في زمان أو مكان خاص. هذه الضغوط أتت من الدول الغربية وللأسف من بعض الدول الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 44 عاماً لم تغير أبداً سياستها. نفس الشيء بالنسبة إلى سوريا. سوريا كذلك اتخذت هذا الموقف ولم تغير موقفها. وربما من ضمن حلقات الوصل بين إيران وسوريا مناهضة البلدين أمام الكيان الصهيوني واحتلال الأراضي الفلسطينية. نعم، شكرا أستاذ خالد عبد المجيد. الآن ربما إذا سألنا هذا السؤال قبل عدة سنوات لكنا قلنا بأن الجميع كان معني بالقضية الفلسطينية. للأسف البعض يتحدث عن أن الصراع انتقل ليصبح صراعا فلسطينيا إسرائيليا وليس صراعا عربيا فلسطينيا بعد التطورات التي حصلت على المجتمع العربي في أحداثه الأخيرة، تحولت بنقطة مفصلية. أولا، هل فعلا هكذا هو واقع الحال؟ تحول الصراع؟ يعني في البداية لابد من التأكيد أن صراعنا مع هذا العدو الصهيوني هو صراع أمة وليس فقط صراع الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وأرضه. ونحن كفلسطينيين وكفصائل مقاومة فلسطينية لدينا القناعة التامة أننا بدون أمتنا لا يمكن أن نستطيع أن نحرر أرضنا أو نحرر مقدساتنا. وبالتالي مرت القضية الفلسطينية بمراحل متعددة، مراحل نهوض للأمة استطاعت أن تواجه هذه المخططات الصهيونية والأمريكية، ومراحل تراجع. في 12 عاما الماضي والوضع الذي حصل في المنطقة في ضوء ما سمي بالربيع العربي، نعم تراجع حضور القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والإسلامي والدولي نتيجة يعني دخول المنطقة في هذا المخطط ومواجهتها لهذه الحملة الأمريكية الصهيونية الرجعية التي يعني استطاعت أن تنال من جسم الأمة من خلال ما قامت به وحشدته من قوى إرهابية في عدد من البلدان، ليبيا، مصر، العراق، سوريا. وبالتالي خلال 12 عاما نعم تراجع حضور القضية الفلسطينية، لكن بعد تحقيق حالة الانتصار والصمود لمحور المقاومة، ومحور المقاومة التي تشكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المحور الأساسي فيها وسوريا الركيزة والمركز الأساسي لهذا المحور، عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة على الصعيد العربي، على الصعيد الإسلامي، على صعيد محور المقاومة، على صعيد شعوب العالم التي الآن تقوم بفعاليات ونشاطات إلى جانب الحضور. طب الوضع كيف عادت الفلسطيني. بأي وجه عادت؟ عادت من أجل من خلال يعني المواقف التي نسمعها في العالم تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، تجاه الدعم القضية الفلسطينية. وهذا العامل الذي حصل في المحيط العربي والإسلامي والعالمي كمان دفع به بهذا الشكل الوضع الذاتي الفلسطيني. الوضع الذاتي الفلسطيني منذ معركة سيف القدس وثأر الأحرار ووحدة الساحات ومعركة جنين الأخيرة، هذه المعارك البطولية التي حققت انتصارا سياسيا رغم الخسائر التي حصلت بين صفوفنا، لكنها أفشلت مخطط نتنياهو، مخطط العدو الصهيوني، أفشلت هذه المخططات واستطاعت أن توجع العدو وأن تردع العدو من خلال مقاومة مسلحة وقوة ردع صاروخية في قطاع غزة، قوة
مقاومة نشأت بالضفة الغربية بفضل دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وحزب الله وكل الشعوب التي تدعم الشعب الفلسطيني والذي وفرت له المقومات لنهوض الشعب الفلسطيني وحده بعد فشل اتفاقات أوسلو منذ 30 عاما وإحباط الشعب الفلسطيني من كل هذه الطروحات. كان يعتقد العدو الصهيوني أنه من خلال التطبيع مع عدد من الدول العربية يستطيع أن يقفز قفز جديد، لكن حتى هذا التطبيع والاتفاقات الثنائية التي حصلت بينه وبين عدد من الدول العربية لم تحقق له هذا النجاح، ولم يستطع تجاوز هذه الحالة الفلسطينية الناهضة وهذه المقاومة الباسلة. لذلك نعتبر أننا نحن الآن في مرحلة العدو الصهيوني يعيش مأزقه الوجودي والتاريخي، والمقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في حالة انتصارات وصمود للمرحلة القادمة. طيب، نقطة أخيرة بهذا الاتجاه، تقول بأنه الكيان الصهيوني يعيش أزمة وجود. قبل قليل سعادة السفير تحدث عن أيضا الوضع الداخلي الذي يعاني منه تعاني منه إسرائيل بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن واقع من وجهة نظركم، ونرى أيضا ربما مواقف أخرى تدل على أنه ممكن أن يستمر بعمليات التهويد، ممكن أن يستمر بالمخططات بالمستوطنات بتدنيس المسجد الأقصى وصولا إلى تمرير مخططه ببناء الهيكل المزعوم دون ضجيج. هذا ما جاء في التقديرات الإسرائيلية مؤخرا. نعم، لابد من الإشارة هنا أن العدو الصهيوني لم يواجه مرحلة وظرفا مثل هذه الظروف، لأنها المشروع الصهيوني انبنى على قاعدة من النيل إلى الفرات، وهذا المشروع الصهيوني المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية كان لديه أحلام وطموحات. الآن تراجعت هذه الطموحات إلى بناء جدار بينه وبين الفلسطينيين وبينه وبين بعض الدول العربية، وحصر نفسه في منطقة في محددة في فلسطين، وهذه المنطقة لن تخضع للأمن والاستقرار بفضل المقاومة الفلسطينية. ما يقوم به الاحتلال الصهيوني وما يقوم به اليمين الصهيوني في اقتحامات المسجد الأقصى والجرائم والعدوان المستمر لا يعبر عن حالة من القوة، إنما يعبر عن حالة من العجز، من القلق، من الخوف الذي يوجد الآن في داخل المجتمع الصهيوني نتيجة الانقسامات في المجتمع، انقسامات بالأحزاب، انقسامات في الأوضاع السياسية، وبالتالي هو يعيش مأزقه التاريخي والوجودي. والمواجهة التي تحصل في الضفة الغربية والدفاع عن القدس رغم الهجمات المستمرة والاقتحامات اليومية التي نراها للمستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي لا تعبر إلا عن حالة من الخوف والقلق. نعم، يحاول القفز من أجل تنفيذ خطوات عاجز عن تنفيذها في ظل حالة التنامي والنهوض الوطني الذاتي الفلسطيني، وفي ظل حصار كبير وعجزه عن الدخول في معركة شاملة سنتناول مع محور أيضاً. المقاومة وقوى المقاومة في المنطقة. سنتناول البعد الإقليمي في هذا الموضوع، لكن أسأل عن دور الشباب بهذا الخصوص، وأستند إلى نقطتين. النقطة الأولى هو بروز عدد من الشباب المقاومين في أراضي عام 48، وكنا نتحدث عن أنه ربما الاتجاه أصبح بمكان آخر. رأينا بروز خلايا من المقاومة عمادها كان من الشباب. اليوم ما الذي يمكن أن يفعله الشباب في ظل هذا النشاط، في ظل وجود الفضاء الإلكتروني الذي يمكن أن يكون داعما للقضية؟ هذا أولا. ثانيا، اليوم بالنسبة لملتقاكم وبيانكم الختامي الذي صدر، هل هذا كاف؟ ما هي الرسالة التي ممكن أن تعطوها من دمشق إذا كان جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية الجهة الإيرانية والجهة الفلسطينية؟ نعم، نحن كشباب فلسطيني متمسكون بحق شعبنا وصموده في أرضه رقم واحد. لاحظنا أن الكثير من الشباب الفلسطينيين من دون توجيه من أي جهة إن كانت فصائلية أو سياسية يقومون بالتصدي لمشاريع الاحتلال، يكونون هم أمام
المرحلة الحرجة التي يعاني منها أبناء شعبنا اليوم بشكل مستمر. كل يوم هناك اقتحامات واعتداءات من قبل العدو الصهيوني على المقدسات وعلى الحقوق ضد أبناء شعبنا. نرى أن هذا الشباب الفلسطيني هم يعرفون طريقهم، هم متمسكون بحق الشعب الفلسطيني بوجوده بأرضه بمقدساته بدفاعه عن نفسه، يعرفون أنهم ليسوا وحدهم في الساحة. نحن أيضا في الضفة أو في غزة أو في 48 هناك وحدة حال للشباب الفلسطيني. هذه الوحدة لا يهمنا نحن كشباب فلسطيني إن كنا في الداخل المحتل الأرض المحتلة أو في الخارج الاختلافات أو التباينات السياسية، هناك وحدة حول الحق الفلسطيني وحول الإرادة. هذا بعيد شوي عن الواقع. نعم. في خلافات سياسية حقيقية. هذا الواقع، واقع الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني هم متمسكين بالحالة الشعبية الفلسطينية، لسنا مهتمين بالحالة السياسية إن كان هناك تجاذبات سياسية، لكن هناك وعي. هذا الوعي الذي يعتمد عليه لكل شعبنا الفلسطيني وفي الحالة الشبابية لأنها حالة النهوض التي تعبر عن مرحلة الصراع التي هي حاليا موجودة. نحن كشباب فلسطيني متوحدين حول هذا. التجاذبات والخلافات البينية الفصائلية هذه بالشأن السياسي، لكن شباب فلسطين وكل الداعمين للقضية الفلسطينية متوحدين أن في النهاية ستتحرر فلسطين، سيطرد الاحتلال، سنعود إلى أرضنا، سنحرر مقدساتنا وسنصلي بها مسلمين ومسيحيين. هذا ما نطرحه. هناك أيضا جانب الدعم الغير مباشر والمباشر بالنسبة لأهلنا في الداخل المحتل. نحن أيضا لا يقل أهمية نضالنا في الخارج عن النضال الفلسطيني لأهلنا في الأرض المحتلة. ولا تظني ولا يظن أحد أن شعبنا الفلسطيني وشباب فلسطين لا يقدرون هذا النضال الذي يقدم والدعم الذي يقدم لهم من الخارج. هم يعرفون من معهم ومن عليهم. هم دائما يعرفون من يعنى بالقضية الفلسطينية ويعتبر نفسه هو أهل لحمل هذه القضية والدفاع عنها، ويعلمون من يتآمر عليهم ويحرضهم. إذن ما هي رسائلكم في المنطقة؟ نحن دائما الرسائل موجودة أن فلسطين هذا حق ومقدساتنا حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وستعود بالنهاية سينتصر نضال شعبنا وسنحرر الأرض وسنعود إليها. سنصلي في المسجد الأقصى وسنصلي في الجوامع والكنائس، ستطق أجراس الكنائس وسنسمع الأذان من الجوامع. هذا ما نريد إيصاله. نحن نريد إيصال فكرة واحدة، إن كنا بقلمنا أو بسلاحنا بشكل مباشر بصراعنا مع العدو الصهيوني، بالنهاية هو النصر سيكون حليفنا. طيب شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أذهب إلى هذا التقرير والذي يسلط الضوء على الملتقى الذي أقيم في دمشق في كفر سوسة، ثقافي كفر سوسة، مع وسام حبيب، ومن ثم أعود لنكمل هذه الندوة الحوارية مع ضيوفي عبر نبض الشرق. تتسع دمشق لكل الأصوات المقاومة والرافضة للانتهاكات الإسرائيلية. دمشق والتي تحتضن ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وبحضور سفيري الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية لدى سوريا، رسائل فكرية تحاكي لغة الميدان في زمن يجوز للكلمة أن تتبدل وتنمو كما يتطور نوع السلاح. هذا الملتقى وغيره من فعاليات تأتي في إطار رسالة واضحة للغرب بأن لدينا أيضا قيم ندافع عنها في الشرق وفي الأمة العربية والإسلامية، خصوصا احترام الأديان والمقدسات الإسلامية،
بما في ذلك مقدساتنا في فلسطين المحتلة. الرسالة التي نريد أن نوجهها في هذا الملتقى هي أن الشباب المقاوم سيبذل الغالي والرخيص وسيبذل المهجة والأرواح دفاعا عن مقدسات هذه الأمة. اجتماع نظمته جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية في وقت تزداد فيه محاولات تدنيس مقدسات المسلمين والمسيحيين في العالم من حرق لنسخ من المصحف الشريف على أراضي دول أوروبية، وصولا إلى أكثر من 7 عقود من التجارب الإسرائيلية نفسها لخلق واقع إحلالي في القدس المحتلة وطمس معالم البلدة القديمة، فضلا عن الحفريات التي لا تهدأ تحت بيوت الفلسطينيين بحثا عما يسمى الهيكل الثالث، محاولات إسرائيلية للبحث عن وجود لها. الكيان الصهيوني ودوره في الحرب على المقدسات هو العنوان العريض الذي حمله الملتقى الشبابي والذي تخلله عرض لفيلم وثائقي أعدته جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية، حمل عنوان المقاومة تحمي المقدسات. من أقصى زمانية ومكانية أو الحرب الإيرانية أو من مشاهد صحب النساء المسلمات بحجابهن وتأنيس المصحف الشريف المؤلمة جدا، هو صورة مكثفة لما يحصل في فلسطين منذ نحو 100 عام. هنا سكر مطرقه بولدانير على خط المسجد الأقصى. لم أنا طوال ذلك كنت خائفة من أن يدخل العرب إسرائيل أفواجه من كل مكان، ولكن عندما أشرقت شمس اليوم التالي علمت أن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء نريده. من ثقافي كفرسوسة بدمشق، وسام حبيب، نبض الشرق. أهلا بكم من جديد. كثير يسأل عن المقاومة، ما هي القاعدة التي تستند إليها؟ هل هنالك ضرورات تستوجب أن تغير في خطابها، أم أن الخطاب يستوجب آليات جديدة دون تغيير في المبادئ؟ أيضا كثير يتحدث عن محور المقاومة بما فيها الدول التي هي قائمة في هذا المحور، ما الذي فعلته وكيف يمكن أن تقنع أبناء شعبها في كل الدول والتكتلات والأحزاب أيضا الموالية لهذا الموقف ولهذا المحور على أن المستقبل أفضل لهذه الشعوب. هذا المحور ضمن عدد من الأسئلة أطرح بعضا منها على سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا. سعادة سفير، كثير يسأل عن هل أن المقاومة الآن ما زالت تستند إلى قاعدة متينة، أم أن شيئا ما قد تغير في هذه القاعدة نتيجة ظروف بات الجميع يعرفها؟ كما أشرتم أنا على هذه القناة بأن المقاومة هو موضوع فطري، وهذا الموضوع يكمن في فطرة الإنسان، وأي شخص يبحث عن الاستقلال وعن العزة وعن الحرية هو أكيد عضو في محور المقاومة سواء يكون مسلما أو غير مسلم. اليوم نحن نعيش في عالم يهيمن عليه بعض الأطراف، وهذه الأطراف بس تعتبر أنفسهم محقين على كل العالم. هؤلاء المهيمنون على العالم باعتبار أن أكثر القنوات الإعلامية في أيديهم وإمكانيات العالم في أيديهم يعتبرون أنفسهم حكام على كل العالم، وأي حكم يحكمون كل العالم لازم يتبع هذه الأحكام. وعدد من دول وشعوب وأحزاب وأناس أحرار هم يرفضون هذه الهيمنة التي تكون على رأسه أمريكا، هم يرفضون هذه الهيمنة وبطبيعة الحال صاروا أو شكلوا محور المقاومة. كثير من الدول وحتى النخب كانوا يقتنعون بأننا لا نستطيع نواجه هذه الهيمنة الغربية وعلينا أن نستسلم أمام هذه الهيمنة. طوال العقود الأربعة الماضية خاصة
بعد مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي صار عالم أحادي وعلى رأسه الولايات المتحدة، وكثير من الدول كانوا يقتنعون بأنه لا قدرة لهم لمواجهة هذه الأحادية، ولازم نكون خاضعين أمام الهيمنة الأمريكية. ولكن محور المقاومة خلافا لهذا التصور العالمي واجه هذه الهيمنة وأنجز إنجازات كثيرة في هذا الطريق، وصحيح أن هذه الإنجازات تمت في ظروف غير عادلة جدا، بأن قوى الهيمنة كانوا يمتلكون كل شيء ومحور المقاومة كان إمكانياتها ضعيلة جدا، وأن انتصارات المقاومين في ساحات مختلفة صنعت من المقاومة محورا في العالم، وصنعت المقاومة هذه القناعة بأن أي دولة أو أي شعب أو أي حزب يريد العزة ويبحث عن العزة والاستغلال بإمكانه الوصول إلى هذا المهم. ولذلك هذه الفكرة استبدلت إلى محور المقاومة، ونحن الآن نرى محور المقاومة في كثير من الدول مسلمة وغير مسلمة، وأن المقاومة لا تنحصر فقط في الدول الإسلامية. وفي رأيي أن المقاومة لها منطق وأنجزت انتصارات كثيرة، وبالتعويل على الشعوب تبشر بمستقبل أكثر إشراقا للشعوب التي تبحث عن الحرية. ولكن هناك سؤال في العالم يطرح نفسه، إلى أي مدى لازم ندفع التكاليف بالنسبة إلى مقاومتنا هذه؟ أن تجربتنا الميدانية تثبت بأن تكاليف المقاومة أقل بكثير من تكاليف الاستسلام. سأعود إلى هذه النقطة فيما يتعلق بأن تكاليف المقاومة أقل بكثير من تكاليف الاستسلام، وأسأل عن مستقبل المنطقة في ظل الأوضاع السائدة حاليا. اليوم نتحدث عن تقارب عربي إيراني، بنفس الوقت تحدثت سعادتك عن هذا المحور اللي قلت أنه حقق انتصارات كبيرة وكثيرة على أرض الواقع. إذن ما الذي ينتظره؟ من ينضوي تحت لواء هذا المحور من شعوب في المستقبل؟ وكيف يكون المناخ الآن العربي الإيراني؟ هل نحن ذاهبون إلى جو إيجابي أم إلى مزيد من التصعيد في هذا المجال؟ ببینید ما الان در یک شرایط جهان الان نحن نعيش في ظروف عالمية جديدة، وفي هذه الظروف تتشكل هندسة القوى العالمية من جديد. وأن كلام ترامب يوم أمس، وهو أكد بأن حوكمة الدولار في طريقها إلى الزوال، ونحن أيضا في طريقنا إلى الجحيم. من بدأ ذلك؟ أن محور المقاومة بدأ مناهضة الدولار الأمريكي واستخدام العملات الوطنية، والآن كثير من القوى العالمية تنتهج هذا الطريق. ويوم أمس ماكرون ماذا قال؟ قال بأنه على الدول الأوروبية كي تفكر بالنسبة إلى استقلالية عن الأمريكا، أو أوروبا بدون أمريكا كي تكون موفقة أو ناجحة. إحدى المشاكل الموجودة بين إيران والدول العربية كانت الهيمنة الأمريكية حتى يومنا هذا. طوال 44 عاما منذ انتصار الثورة الإسلامية، أبدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت العلاقات الطيبة والحسنة مع الدول العربية. نحن فقط قطعنا علاقاتنا مع دولة عربية وحيدة بسبب معاهدة كامب ديفيد، ومع هذا البلد أيضا عندنا علاقات طيبة اليوم. وأن العلاقات الإيرانية العربية في قناعتنا هي ضرورة لا بد منها لمستقبل شعوب المنطقة في منطقتنا.
اليوم أن أمريكا ليست الخيار الوحيد للدول العربية والإقليمية، وهذه الدول تفكر في خيارات أخرى أيضا، ونحن متفائلون جدا إن شاء الله في فترة قصيرة نرتقي علاقاتنا مع الدول العربية إلى العلاقات المثالية التي تحتاج الأمم الإسلامية أو الأمة الإسلامية إليها. نحن نعتبر الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وكذلك لتحرير المسجد الأقصى المبارك هو توحيد صفوف الدول العربية والإسلامية. وفي هندسة القوى الجديدة في العالم، هذه العلاقات ستكون على السكة وفي طريقها إلى التحسن. نعم، شكرا. إذن عدة معطيات أعطاها سعادة السفير الإيراني أستاذ خالد عبد المجيد فيما يتعلق بالوضع العربي الإيراني، وحتى فيما يتعلق بالبعد الدولي منه، واقع جديد فرض نفسه أيضا الآن في العالم كما تحدث. لكن أيضا من ناحية أخرى هنالك من يحاول أن يبقى الشرق الأوسط كما هو، أن تبقى هذه الدول متعايشة مع الإرهاب، متعايشة مع الحالة الفوضوية في بعض من حالاتها، تحديدا بعض الدول العربية كسوريا، بعض الدول الإسلامية كإيران ضمن هذا المحور بما فيه لبنان أيضا. حضرتك تعلم الهجوم على المراقد والأضرحة الدينية، محاولة الولوج مرة أخرى من البوابة الدينية للوصول إلى السياسة. اليوم إلى أي حد هذا المحور قادر على التماسك والثبات بالحفاظ على المنجزات وعلى المقدرات وعلى النتائج التي حصل عليها في حربه الطويلة وفق قناعاته؟ هذا أولا. وثانيا أيضا إلى أي حد يستطيع الآخرون الإبقاء على فوضى من ناحية أخرى، الإبقاء على وضع غير مستقر اجتماعي واقتصادي من ناحية ثانية؟ المنطقة عاشت خلال الفترة الماضية مرحلة صراعات في إطار رؤية لمشروع غربي صهيوني بأدوات رجعية وإرهابية، لكن هذا المشروع فشل نتيجة صمود سوريا وإيران وحزب الله والمقاومة وشعوب الأمة وتصدي شعوب الأمة لهذا المشروع. ونستطيع القول أن الخطة ألف لدى المشروع الأمريكي فشلت. الآن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بتنفيذ خطة باء، وهذه الخطة هي محاولة للالتفاف على هذه الانتصارات وحالة الصمود التي حصلت في المنطقة، والتجاذبات الدولية والإقليمية بعد الحرب بأوكرانيا وبعد الصراع الكبير بين الصين والولايات، الصراع الاقتصادي وحتى الأمني بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تحاول أمريكا بتنفيذ خطة جديدة. هذه الخطة الجديدة بعد أن يعني أصبح حلفائها لا يثقون بهذا الدور الأمريكي، وأصبحت عدد من الدول تفتش عن مصالحها في العلاقة مع روسيا، مع الصين، مع إيران، في تكتلات مثل تكتل بريكس، شانغهاي، كل هذه التجمعات التي تحصل في العالم في ظل تجاذبات إقليمية ودولية كبيرة. يعني لا تستطيع أمريكا أن تحقق خلال الفترة الماضية أي إنجاز أو حماية مشروعها. لذلك هي تحشد الآن قواتها، بعثت البواخر والأساطيل للبحر الأحمر، لباب المندب، إلى بالقرب من مضيق هرمز، بدأت تحشد قوات في شمال سوريا وفي العراق، وفي محاولة لإعادة إحياء المشروع الإرهابي من خلال تحريك داعش وجبهة النصرة في إطار رؤى جديدة، في محاولة للضغط على حالة الصمود في اليمن والسيطرة على البحار وعلى المحيطات وعلى الموانئ والمضائق في العالم. هذه الخطة يدركها محور المقاومة وتأتي في إطار الصراعات الإقليمية والدولية، ولذلك نحن ما الذي استعد له؟ ما هي آليات المواجهة والخطاب للعدو
ولي أيضا من ينضوي تحت لواء هذا المحور. نحن نعتقد أن الولايات المتحدة لن تنجح بخطتها الجديدة. خطتها الجديدة تعتمد على آليات عديدة، منها إثارة الفتن، منها إثارة ما يحصل في لبنان، ما يحصل في استهداف للمراقد المقدسة، ما يحصل في العراق، ما يحصل بشمال سوريا، الضغط الصهيوني والاقتحامات والعدوان المستمر. هذه الجبهات المفتوحة بأشكال مختلفة وبأدوات جديدة قديمة لا يمكن أن تنجح ما دام المشروع الكبير والحملة الكبيرة فشلت في السابق. وبالتالي نعتقد أن الآليات الجديدة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستخدم قواها المباشرة الآن بعد أن فشل حلفائها وأدواتها في 12 عاما الماضي، آليات المواجهة معروفة. أولا لدى محور المقاومة، يعني هناك احتمال لتجدد يعني توترات جديدة في كما نشهد في شمال سوريا، احتمال زيادة العمليات الإرهابية أو محاولة مضاعفة العمليات الإرهابية لتطال أكثر من بلد، سواء بإيران أو بلبنان أو بالعراق أو بسوريا. إثارة التوترات الكبيرة في لبنان لعدم تمكن القوى الوطنية والإسلامية من يعني الشروع في ترتيبات تتعلق برئاسة الجمهورية وإثارة صراع جديد في لبنان والعراق، كل هذه المحاولات أنا رأيي ستبوء بالفشل. وبالتالي محور المقاومة مستعد. قد تعتمد أمريكا على الكيان الصهيوني في محاولة التهديدات التي يقوم بها نتنياهو من أجل القيام بحرب، سواء تجاه حزب الله أو تجاه غزة أو تجاه ضرب أهداف بسوريا أو بإيران. كل هذه المحاولات يعني هي تأتي في إطار الخطط، لكن محور المقاومة جاهز ومستعد للمواجهة الشاملة. العدو الأمريكي والصهيوني يخشى هذه المواجهة الشاملة، وبالتالي استمرار حالة الحراك والصمود والمواجهة وإفشال المخطط سواء في الجنوب في منطقة اليمن ومضيق هرمز وباب المندب من خلال الدور الذي تقوم به اليمن وأنصار الله، أو سواء بالدور الرادع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز لأي تواجد عسكري أو أي إجراءات عسكرية أمريكية، كذلك في لبنان صمود الشعب اللبناني في مواجهة مخطط جديد للنيل من كذا. ونحن نعتقد أنه في سوريا، سوريا الآن بالعكس نشهد يوميا عمليات مقاومة ضد الجيش الأمريكي بغض النظر عن الحشودات، نشهد قصف لمواقع أمريكية، نشهد مواجهات للمقاومة الشعبية السورية ولكل القوى الحليفة، نشهد تحرك جديد لروسيا في شمال سوريا، لأن هذا التجاذب على الساحة السورية هو محاولة لنيل من موقف روسيا وإيران كذلك. وبالتالي نحن واثقون أن هذه الخطة الأمريكية الجديدة وهذه المحاولات الأمريكية الجديدة ستبوء بالفشل كما باءت الخطة الأولى. نعم، أسأل أبو الهجاء فيما يتعلق الآن مرة أخرى للشباب، لأن المقاومة ليست فقط سلاح، المقاومة ثقافة. ثقافة المقاومة ربما في هذه الحالات في خطر لدى البعض. عم نشوفوا الشباب العربي كيف ممكن يبحثون عن سبل عيش أفضل، كيف يهاجرون، كيف يسافرون. لذلك هنا تكمن الخطورة من وجهة نظر البعض. الآن ما هو دوركم في الحفاظ على ثقافة المقاومة إذا كان في هذا الفضاء الإلكتروني الرحب أو في التواصل الدائم مع الشباب، أو على الأقل في إيجاد طرق تواصل مع الذين يؤمنون بهذا الحراك وبهذا الفكر وبثقافة المقاومة؟ المبدأ الأول لدينا كشباب فلسطيني وكشباب المقاوم بشكل عام هو القدرة على صنع النصر وطرد الاحتلال والعودة.
هذا ما يعتري أي شاب فلسطيني، حتى لو كانت ظروفه مثلا لسنا في ظرف مواجهة مباشرة نحن كفلسطينيين في سوريا مثلا مع الاحتلال الصهيوني، لكن لدينا الاستعداد للمواجهة في المستقبل كمواجهة مباشرة. نحن نحاول أن نستعد ونقوي ونوحد رؤانا ونشخص الحالة في الوقت الحالي لطريقة المواجهة فيما بعد. لم نضع برنامج، هذا للأسف، يعني نحن نطالب الجميع، الكل الفلسطيني والفصائل في المقدمة، لوضع برنامج وطني فلسطيني للوحدة الفلسطينية كخطوة أولى لمواجهة هذا الاحتلال وتحشيد القوى العربية والدولية والأمة الإسلامية وكل القوى الحرة في العالم لمساندتنا لتحرير أرضنا والعودة إليها. لكن هناك هذه كخطوة أولى، لكن هناك دائما الخطوات المتتابعة أو الخطوات المتوازية والواجبة من الجميع. طيب. نحن أيضا على تواصل، ومثل ما حدث اليوم وعرضتموه في التقرير، هذا ما نحاول في هذه المرحلة التأكيد بإصرار عليه. هذا ما سيجعل القضية الفلسطينية حية في قلوب أبناء الشعب، وخصوصا مثلما شاهدنا جميعا من التطور التقني ومحاولات الغرب لتشويه الصور النمطية والذاتية والثقافية لأبناء شعبنا العربي والإسلامي. هناك محاولات للتأثير في عقول الجيل الجديد. نحن هناك بمقاومة الثقافة الغربية، وهي إحدى أشكال المقاومة وليس جميعها طبعا، نحن نتحدث عن جزء معين ما يخص منطقتنا بهذه المقاومة. هل أنتم مستعدون، تمتلكون الأدوات باختصار شديد؟ نعم، هناك الاستعداد الثقافي لدينا، نحن في هناك مناعة، هذه المناعة الثقافية التي ربينا عليها بالقيم الإنسانية الحضارية العربية والإسلامية، هذه المناعة التي نحن مكتسبينها منذ الولادة. أي طفل صغير فلسطيني أو طفل عربي أو متربي تربية ذات قيم شرقية فينا نعتبر، هذا لديه مناعة من القيم الغربية. هم يعرفون أن هناك نصر محقق لنا وهو وعد إلهي وسنحققه إن شاء الله، لكن يهمنا أن يكون في القريب، وهم يحاولون دائما إطالة مدى وجودهم كاحتلال على أرض فلسطين ووجود وتدنيسهم بشكل طويل لمقدساتنا اللي موجودة. هذا ما نسعى إلى امتلاكه، ونحن امتلكنا الجزء الأكبر، يبقى فقط توحيد القوى والتحشيد كما ذكر الرفيق خالد عبد المجيد سابقا للمرحلة التي سيكون هناك صراع شامل. هذا الصراع الذي يخشاه العدو وهو محقق إن شاء الله قريبا سنراه بفضل وحدة دول المقاومة ومحور المقاومة، دعم سوريا دولة وشعبا وجيشا لحقنا الحق الفلسطيني، دعم المقاومة في إيران وفي العراق وفي اليمن وفي كل دول العالم وأحرار دول العالم من الدول التي وهناك أيضا هناك حركات شعبية بسيطة في العالم هي داعمة لكنها مؤثرة، مثل مقاطعة البضائع الصهيونية أو TDS أو مقاطعة الصهيونية. هؤلاء الأحرار الذين يدعمون القضية الفلسطينية يعلمون مثل ما ذكرت في المبدأ الأول أو المقام الأول أن النصر المحقق قادم إن شاء الله لنا. شكرا. أنا سؤالي الأخير لسعادة السفير فيما يتعلق بالوضع المستقبلي، أي حوار نجريه مع أي أحد من إيران من سوريا من روسيا تأتينا الرسائل أن نسأل عن البعد الاقتصادي القادم إلى أين؟ لماذا لا يكون هنالك تشبيك اقتصادي بين دول المحور كما كان هنالك تشبيك سياسي وعسكري؟ التجربة الإيرانية تجربة فريدة نتيجة الحصار الطويل، أيضا العقوبات اللي فرضت عليها، اليوم السوريون يعانون من هذا الحصار والعقوبات، نتحدث عن تكتل في هذا المحور، لكن لا نرى نتائج اقتصادية ترضي متطلبات الشعوب في هذه الدول. همطوري كمان عرض كلام خدمته النظام الهيمنة، كما أشرت في كلامي أن نظام الهيمنة العالمي حصرت كل الأدوات في العالم في يدها، ومن ضمن هذه الأدوات الاقتصادية، وفي نظام السلطة والهيمنة هذا كثير من الدول والشراكات ترغب في التعامل والتعاون مع بلدان
بلدان مثل إيران وسوريا، لكن في نفس الحال وبالتزامن هذه الشركات والدول تخاف من العقوبات الثانوية. أن الأمريكيين كانوا متفائلين جدا كي يصلوا إلى نتائج سياسية من خلال الضغوط الاقتصادية، لكنهم لم يصلوا إلى النتيجة، وأن دول محور المقاومة وصلت إلى نتائجهم المبتغاة. لكن الناس صاروا تحت ضغوط قصوى وصاروا تحت محدوديات، وفي الواقع نحن الآن نمر بحرب مركبة مؤقتة اقتصاديا بين محور المقاومة ونظام الهيمنة. أمريكا يوما ما إذا بدأ أسطولها بالتحرك كانت الأنظمة تتغير في بعض الدول، لكن في إيران طوال العقود الأربعة الماضية وكذلك في سوريا طوال الحرب الإرهابية الأخيرة هم شنوا هجماتهم وقاموا بتعبئة كل قواهم كي يعملوا مشكلة في سوريا، لكنهم لم يحققوا أي نجاح، وجروا أكثر من 100 دولة معهم في هذه الحرب لكنهم لم يصلوا إلى النتيجة. أنهم متى في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا وإيران انهزموا أو هزموا هزيمة مرة على المستوى العسكري بدأوا بشان هجوم في حرب اقتصادية، وأن الاقتصاد بمثابة الأداة الأخيرة أمام محور المقاومة. الآن انظروا إلى لبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن، كل دول محور المقاومة الآن تحت الحصار الاقتصادي، والآن ترون بأن أمريكا مع قطرسته الآن متواجدة في الجزيرة السورية كي تمنع وصول خيرات سوريا إلى شعبها من النفط والغاز والقطن والمنتجات الزراعية. الآن هذه القوة المهيمنة وصلت إلى درجة النهب والمحرب للنفط والثروات السورية. بطبيعة الحال في الشأن الاقتصادي نحن بدأنا مشاريع هامة جدا في سوريا، ونحن على هذه القناعة بأننا مثل أيام الحرب علينا أن ندافع جيدا ونبذل قصارى جهودنا للوصول، ونحن متفائلون جدا بالنسبة للتعاون البناء في الظروف الجديدة. هناك أزمة راسخة لدى قيادتي البلدين وشعبي البلدين، وأنا متفائل جدا إن شاء الله خلال الأشهر الستة القادمة نرى أحداث اقتصادية هامة، وإن شاء الله في فرصة مناسبة أخرى سأتحدث عن تفاصيلها. نتحدث عن التفاصيل، نتحدث أيضا كثيرا عن العلاقات الإيرانية العربية وتحديدا السعودية في لقاء خاص. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين أكبري سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أهلا فيك. أستاذ باسل أبو الهيجاء رئيس اتحاد طلبة فلسطين فرع سوريا، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. على وجودك بنبض الشرق. مشاهدينا الكرام هذه تحية مني وفريق العمل، السلام عليكم.